الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوتر عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوتر، وبوب له بقوله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص وبدعاء مخصوص فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل: أقنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أوقنت قبل الركوع؟ يعني هناك قنوت، كما بين الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه لهذا الحديث، قنوت قبل الركوع وبعد الركوع. فهنا قال: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. هنا يبين في هذا الحديث مشروعية القنوت في الصبح، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. كذلك بين هنا أن القنوت فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بعد الركوع كما نفعل. وبين هنا كذلك أنه يسير. اليسير هنا يعني القنوت يكون يسيرا لا يطيل فيه الإنسان. لذلك الإطالة في الدعاء في صلاة في القنوت هذا ليس مشروعا، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن يكون يسير، يعني شيء خفيف كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أو يمكن أن يكون هذا الكلام كلام أنس، قال: بعد الركوع يسيرا، يعني قنت بعد الركوع شيئا يسيرا، يعني دعاء يسيرا لم يطل. أو بعد الركوع يسيرا، أي قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع فترة يسيرة. حتى بعض العلماء قال: يسيرا يعني شهرا أو ما إلى ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا أن تكلمنا عن الدعاء القنوت في الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على القبائل التي كانت قد عادت الإسلام وقتلت بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها على رعل وذكوان وعصية، هذه القبائل التي دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام شهرا. فلذلك يمكن يكون هذا الكلام كذلك: بعد الركوع يسيرا، أي يسيرا في فترة القنوت، أو يسيرا في فترة ما قنت فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وهذا الحديث يعني فيه رد على من قال بأن القنوت بدعة. بعض الناس يقول القنوت هذا بدعة في الصلاة، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره من الأحاديث قد بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قنت. والبدعة هو ما ليس له أصل في الدين، والقنوت فيه أصل في الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام